شكرا لمدى. عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة من 10 نقاط لمساعدة روما في مواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين. أشارت فون دير لاين إلى أن الهجرة غير النظامية هي تحدي أوروبي يحتاج إلى رد أوروبي، داعية للدول الأعضاء إلى استضافة قسم من المهاجرين الوافدين إلى الجزيرة. من جزيرة لامبيدوزا ينضم إلينا مراسلنا ياسر أبو معلق. أهلا بك ياسر. هل ما تزال فرق خفر السواحل تتعامل مع حالات جديدة لمهاجرين يصلون إلى الجزيرة؟ وهل كان لزيارة فون دير لاين أي تأثير على أوضاع المهاجرين في لامبيدوزا؟ نعم سهام، ونحن نقف حاليا ذهبت إحدى السفينتين الراسيتين خلفي في ميناء لامبيدوزا لجلب مجموعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر وجلبهم مرة أخرى. هذا الصباح كنا قد شاهدنا سفينتين لسفن خفر السواحل كانت قد جلبت مجموعات تقدر بالعشرات في كل مرة إلى هذا الميناء، حيث ينتظرهم عاملون من هيئة الحدود الأوروبية فرونتكس والمنظمة الدولية للهجرة وعدد من المنظمات الإغاثية الأخرى المحلية والدولية مثل الصليب الأحمر الإيطالي، ومنها يتم معالجتهم هنا ومن ثم نقلهم إلى مركز الاستقبال الوحيد الموجود على هذه الجزيرة والذي يبعد حوالي 3 كيلومترات عن مركز المدينة. من هناك أيضا يتم تنسيق نقلهم إلى اليابسة الأوروبية ومنها إلى بقية دول أوروبا. طبعا بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أي يوم أمس إلى الجزيرة، لم يتغير الكثير على المستوى الميداني هنا في الجزيرة. الإجراءات ما تزال هي نفسها، ولكن الأعداد القادمة من المهاجرين مستمرة وبشكل لا ينقطع يوميا إلى هنا. لكن أما الخطة التي تحدثت عنها فلا تزال بانتظار التطبيق من قبل الدول الأوروبية الأخرى، ولا سيما بعد مغادرة هؤلاء المهاجرين الجزيرة هنا إلى اليابسة وتحديدا جزيرة صقلية ومنها إلى بقية القارة الأوروبية. إليك سهام. شكرا جزيلا لك ياسر أبو معلق، حدثنا من جزيرة لامبيدوزا.